نعم، يعني مساء الخير. بداية، الآراء هي ما بين المشجع وما بين التخوف لدى الشارع الفلسطيني أولا على صعيد الشارع، خاصة بعد إصدار الرئيس محمود عباس لمرسوم الانتخابات، والتخوف من إفشال هذا القرار في إذا اختلفت المصالح ما بين الحكومة الفلسطينية. ولكن على أي حال هناك واضح ترحيب كامل من قبل الفصائل الفلسطينية، وأيضا هناك اطمئنان من قبل الجميع بأن هذه المرة الرئيس محمود عباس جاد في هذه الخطوة من أجل إتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجلس الوطني. على أي حال، يعني ربما كان هناك بعض الخلافات ما بين حركة حماس وحركة فتح إذا كانت الانتخابات بالتوازي أو بالتتالي، ولكن تم تنازل حركة حماس عن هذه النقطة، وبالتالي وافقت أن يكون الانتخابات كما تحدث الرئيس أبو مازن في قراره بأن تكون بالتتالي. ولكن الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع للفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس وفتح للبحث عن تذليل كافة العقبات ربما التي من الممكن أن تؤخر إجراء الانتخابات في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو بشكل عام، يعني إجراء الانتخابات في هذا الأمر. يعني هذه، يعني كما أيضا دعت لجنة الانتخابات المركزية الشارع الفلسطيني من أجل تحديث والتسجيل في لجنة الانتخابات نعم. المركزية من أجل تحديث بيانات المنتخبين. يعني النقطة المهمة في هذا السياق ربما للأسف، يعني حتى وإن تمت الانتخابات هذه المرة، تأتي في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني التي نعم. حاول الطرفان أن يبحثا عن حلول لها وإعادة الوحدة الوطنية، ولكن المخرج الوحيد الآن من كل من يعاني أو كل ما يعاني منه الشعب الفلسطيني على مدار 14 عاما، ربما ستقوم الانتخابات الفلسطينية بإنجاحه حتى يتم حل كافة الإشكاليات. الأزمات المتراكمة التي يعيشها الشارع الفلسطيني الآن تختلف عن سابقه من الانتخابات التي مرت في عام 2006. اليوم هناك الكثير من المعيقات التي تفرض على قطاع غزة، ولكن هناك ترحيب مهم أيضا من نعم قبل الجميع، ويعتبرون أن فترة أستاذ التحضير ناصر، للانتخابات خلال ستة أشهر هذا معناه أن هناك حالة من الإنعاش بالنسبة للشارع الفلسطيني. نعم، إذن إلى أي مدى يتوقع الفلسطينيون إجراء هذه الانتخابات، لا سيما أن إسرائيل رفضت في الماضي إجراءها في القدس الشرقية؟ يعني تحدثت لجنة الانتخابات المركزية عن هذه النقطة بأنها ستكون كما كانت في السابق في عام 2006، وكان من المتوقع أن تقوم إسرائيل بفرض عقبات على هذا الأمر، ولكن واضح من خلال ما تحدث به الرئيس أبو مازن بأن هناك قرار بضرورة إنجاح هذه الانتخابات مهما كان هناك من عقبات قد تواجه إجراء هذه الانتخابات. الشارع الفلسطيني حتى على مواقع السوشيال ميديا هناك ترحيب كبير وتخوفات كبيرة. للأسف المرات التي خذلوا منها بسبب عدم إنجاح الأطراف المتخاصمة من فتح وحماس بإنجاح هذا الأمر. على الصعيد المهم أيضا، هناك القيادة في حركة حماس محمود الزهار قال بأنه غير متفائل من إجراء هذه الانتخابات وأن القادم صعب على الشارع الفلسطيني، وبالتالي ربما بعض التصريحات من قبل القيادات التي ربما تفرض إعادة الشراكة مرة أخرى مع حركة فتح وإعادة الديمقراطية إلى مكانها قد يعني تخلق نوعا من البلبلة لدى الشارع الفلسطيني. ولكن على أي حال الواضح أن هناك قرار الأمريكي للسلطة الفلسطينية وللجميع بضرورة تنفيذ هذه الانتخابات عاجلا، وهناك تحضيرات من قبل الجميع من أجل خوض هذه الانتخابات، وعسى أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وديمقراطية تحقق ما يحلم به الشارع الفلسطيني لتغيير واقعه البائس بسبب الحصار والانقسام المفروض عليه منذ 14 عاما. نعم، الصحفي الخبير في الشأن الفلسطيني سهيل ناصر، شكرا لك.